أكد على هناك مخطط رقمي وطني علينا الالتزام به انطلاقا ليس فقط بالأداة التكنولوجي ولكن وخاصة بالوصول إلى إنتاج محتوى. Il faut produire du contenu. Il faut pas acheter de la technologie, c'est trop facile. وذلك للتواجد في جميع محطات الشبكة، شبكة القيم الرقمية. La chaîne des valeurs numériques. Nous devons être présents à toutes les étapes. انطلاقا من المحطة الأصلية تنقيب وإنتاج سيليسيوم إلى المحطة النهائية إنتاج محتويات مرورا بالصناعات التكنولوجية. هناك محطات علينا التواجد فيها بقوة وذلك حفاظا على السيادة الوطنية. في المستقبل السيادة مرتبطة بتواجد قوي وحيوي في الفضاء دون السيبر اسباس.